السلام عليكم، معكم كويلي. اذا كنت اول مره تشوف قناتي فانا انزل قصص واقعيه ومواضيع مثيره اهتمام، فاذا كنت تحب هذا النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر سبسكرايب موجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدا. طبعا بالبدايه قبل ما ابدا مقطعنا اليوم لا تنسون تضيفوني على تطبيق بيجو لايف، لان بعد باكر يعني يوم السبت الساعه 11 مساء بتوقيت الكويت ومكه المكرمه راح اطلع لايف وراح يكون موضوعنا هو العوده الابدي. شنو العوده الابدي؟ العوده الابدي هي نظريه تتكلم عن اننا قاعد نعيش الحياه هذه بشيء مثل كذي. ما تدري شنو معنات شيء صح؟ تقول هالنظرية بأن الزمن في تكرار مستمر بكل الأحداث التاريخية وكل المواقف. تخيلوا معي حتى الشخصيات تتكرر. باختصار نظرية حيل مثيرة للاهتمام، وراح نتكلم عن كذا قصة تثبت هالنظرية. طبعا هذا كله متى؟ بعد باكر يوم السبت الساعة 11 مساء بتوقيت الكويت ومكة المكرمة في بيجو لايف. طبعا تقدر تضيفني عن طريق البحث عن اسمي أو عن الاي دي، وهم بعد إذا ما كنت محمل تطبيق بيجو لايف راح تحصل رابط تحميله تحت بالديسكربشن. فبس الحين خلينا نبدأ بمقطعنا اليوم. قصتنا اليوم من أكثر القصص غرابة وغموض، فيها الكثير من الخيوط المتشابكة اللي عجزت الشرطة عن فهمها، واللي راح ضحيتها للأسف بنتين من هولندا اختفوا وما نعرف مصيرهم، إلا أن الكثير اتفق أن نهايتهم كانت مأساوية ومظلمة. وعلى الرغم من مرور 7 سنوات على هالحادثة المرعبة إلا أن ما زالت أحداث القصة مجهولة. تبدأ أحداث قصتنا سنة 2013 لما قرروا الطالبتين ليزان اللي عمرها 22 سنة وصديقتها كريس اللي عمرها 21 سنة بأنهم يكافئون نفسهم برحلة إلى بنما. طبعا اللي ما يعرف بنما، بنما موجودة في أمريكا الجنوبية، فكان سبب المكافأة هذه اللي كافأوا نفسهم فيها وقعدوا 6 أشهر علشان يشتغلون على هذه الرحلة أو يجهزون لها، لأن بالنسبة لهم هذه رحلة خيالية ومتأكدين 100% أنهم راح يستمتعون، بالذات أن هذه أول رحلة لهم لبنما. ولكن للأسف ما كانوا يدرون أن هذه راح تكون رحلتهم الأولى والأخيرة. المهم توجهوا كريس ولوزان لرحلتهم، ولما وصلوا إلى بنما قرروا أنهم يسكنون عند عائلة، ما بيسكنون بفندق. في ناس واجد يحبون لما يسافرون يسكنون مع أهل المنطقة نفسها، ما يسكنون بفندق. فهالبنتين منهم، فاختاروا أن يسكنون عند عائلة بيتها قريب من الغابة. فالبنات كانوا جدا متحمسين لدرجة أنهم سجلوا بدورة علشان يدرسون اللغة الإسبانية، وكذلك تبرعوا للأطفال والفقراء. المهم بعد وصولهم لبيت العائلة اكتشفوا أنه باقي أسبوع على بداية دراستهم للغة الإسبانية، فقالوا أول شيء بنسوي رحلة استكشاف ونستمتع بالمناظر الطبيعية اللي بالغابة لين يجي موعد دروسنا علشان نتم فقط ندرس حق اللغة الإسبانية. فبما أن احنا باقي لنا أسبوع عشان نبدأ الدروس، فالحين عشان الأسبوع هذا نبي نستكشف الغابة ونستمتع بالمناظر. فبما أن الغابة جنبهم فأكيد اختاروها أنها تكون أول وجهة لهم. في صباح اليوم الأول من إبريل اتجهوا البنتين حق الغابة ومعاهم الكلب عسكم الله مال العائلة اللي هم ساكنين عندها، وكانت الخطة أنهم يستكشفون المكان بسرعة ويرجعون قبل غروب الشمس. لكن اللي صار هو أنهم تعمقوا بالغابة ومثل ما يقولون سرقهم الوقت، وصاروا يمشون أكثر وكل مال يسحبهم الفضول أنهم يتعمقون بعد أكثر إلى أن غابت الشمس وصار الليل. أول ما صار الليل تفاجأوا العائلة بأن الكلب مالهم رجع، بس الغريب الموضوع أنه رجع بروحه، ما كان مع البنتين. فهني السؤال، وين راحوا؟ ليش ما رجعوا مع الكلب؟ فحاول العائلة أن يتصلون بالبنات، لكن من الواضح أن تلفوناتهم يا طافية أو ما فيها سيرفس، لأنه يطلع لهم أن الجهاز مغلق أو خارج نطاق التغطية. فهني العائلة بسرعة بلغوا الشرطة لأن البنتين يعتبرون مسؤوليتهم أنهم ساكنين عندهم. وعلى طول في اليوم الثاني أعلنت الشرطة اختفاء كريس وليزان، ولكن للأسف ما تم البحث عنهم إلا بعد 4 أيام من اختفائهم. في العادة الشرطة تنتظر 24 ساعة بعدين تبدأ بالبحث عن الشخص المفقود، لكن هالمرة تأخروا 4 أيام خدمهم. يمكن ما كانوا مهتمين لأمر البنتين، لكن السكان المحليين كان مهتم لأمرهم. فبهال4 أيام السكان المحليين قاعد يبحثون عنهم ومعاهم العائلة لاستضافتهم. بدأوا الكثير من المتطوعين بالبحث عن البنتين داخل الغابة بما أنهم راحوا الغابة، لكن للأسف بدون فايدة. بعض الشهود قالوا ان شافوا البنتين كانوا قاعدين يفطرون مع 2 شباب في احد المطاعم القريبه من الغابه، ووقتها الشرطه اخذوا كلامهم بعين الاعتبار وقعدوا يبحثون عن هالرجالين، لكن للاسف ما تم التعرف على هويتهم كذلك علاقتهم باختفاء البنات. يعني نقدر نقول الشرطه حسوا انهم ما لهم شغل باختفاء البنات. المهم بدت الشرطه بارسال قوات من الجيش والكلاب البوليسيه والطائرات علشان يتم مسح الغابه بالكامل، وحتى السكان المحليين والقبائل الاصليه اللي تسكن هالغابة ساعد الشرطة بالبحث عن هالبنتين، وكذلك أهالي البنتين قدموا مكافأة تقدر ب$30,000 للي يلقى بناتهم أو يجيب خيط ممكن يدلهم على هالبنات. لكن رغم كل هذا ما في أي دليل على وجود البنات،
أو وين اختفوا. في البداية الشرطة ظنوا بأن البنات ممكن ضاعوا لأن الغابة جدا كبيرة، فطبيعي الإنسان راح يضيع فيها. لكن بعد كل هالمحاولات الدقيقة بالبحث بدأ الجو يصير مرعب أكثر. مرت 3 أشهر على اختفاء البنتين، والأفكار السوداء تطارد أهلهم كل يوم، يتساءلون وينهم الحين؟ هل ما زالوا أحياء أو ماتوا؟ هل مخطوفين؟ هل ضايعين؟ تساؤلات واجد. وفي يوم من الأيام كان في مرة من أحد القبائل اللي يسكنون الغابة، اللي هم من السكان الأصليين. هالمرة هذه كانت رايحة حق النهر علشان تغسل بعض الملابس، ووقتها لفت انتباهها جنطة ظهر كانت موجودة على أحد الصخور جنب النهر، فراحت حق الجنطة وفتحتها تبي تشوف شنو داخل. فأول ما فتحتها جاها الشعور إن الجنطة هذه مالت البنتين المفقودين، لأن خبر البنتين انتشر حيل بينهم. طبعاً هو مو فيلم هندي تفتح الجنطة أوه واو في الجنطة هذه حسيت بشعور، لا مو كذي الموضوع. الموضوع إن فتحت الجنطة وشافت كذا شغلة منها 2، يعني أنا ما بيحدد شنو هالشغلة، أنتوا تقدرون تشوفون بالفيديو. فحست إن هذه الشنطة حق البنتين لأنهم مفقودين، ولأن الأغراض اللي داخل أغراض تخص بنتين، فحست إنه حق البنتين المفقودين، فراحت وسلمت هالجنطة هذه حق الشرطة. فبعد ما استلموا الشرطة هالجنطة بدأ يفتشون الجنطة بكل حذر. اللي كان موجود داخل الجنطة تليفون البنتين، واحدة كان سامسونج والثانية كان أبل، وجواز سفر ليزان، وبعض الملابس والنظارات الشمسية، وعلبة ماي واحدة. والشيء الأهم بالموضوع هذا كله هو كاميرتهم الخاصة. بس الغريب الموضوع ان الأشياء اللي موجودة داخل الجنطة كانت مرتبة وجافة، ركزوا، جافة ما فيها ماي، بالرغم على مرور أشهر على اختفائهم. وليزيد الموضوع أكثر غرابة إن المرة هذه اللي راحت تغسل ملابس ولقت الجنطة تقول ترى أنا أمس كنت موجودة بنفس المكان، كنت هم بعد أغسل ملابس بس الجنطة ما كانت موجودة. فهذا الشيء الغريب، وهذا الشيء اللي هل ممكن يدل ان البنات وصلوا هني، معناته البنات كانوا عايشين هالأشهر هذه كلها، ما ندري، شيء غريب. فهني قال الشرطة ان في امل ان البنات عايشين، وفي امل ان البنات قريبين من هالمكان، بحكم ان هالمرة هذه تقول امس كنت موجودة والجنطة ما كانت موجودة، واليوم صارت الجنطة موجودة، معناته ان البنات حول هالمكان. وطبعا بحكم ان الشرطة عندهم هالجنطة هذه وفيها اشياء واجد مثل التلفونات والكاميرا، هذه الاشياء يقدرون يستخدمونها، يشوفون شنو محتواها، شنو الأشياء اللي داخلها. ويا ليتهم ما استخدموها، لأنها بدال ما تدلهم على البنات دلتهم على أشياء ثانية، أشياء زادت غموض القصة غموض. بعد ما فتشوا التلفونات اكتشفوا أن البنات حاولوا أنهم يتصلون بالشرطة واجد، اتصالات كثيرة. بداية من أول اتصال كان في 1 أبريل، 1 أبريل يعني هي رحلتهم لما طلعوا من البيت وراحوا الغابة، كان في 1 أبريل، فمعناته من أول يوم صار معاهم شيء غريب خلاهم يتصلون بالشرطة. طبعا هذه كلها محاولات اتصال، الشرطة ما تلقت أي اتصال لأنه ما كان في سيرفيس، علشان كذي الشرطة ما تلقت اتصال، بس هم قاعد يحاولون. طبعا الاتصالات من 1 أبريل ل 6 أبريل، كل هذه محاولات اتصال، ولكم أن تتخيلوا إيش كثر الاتصالات. والاتصالات اللي اتصلوا فيها للشرطة كان مرات يدقون على 911 واتصالات ب 112. طبعا 911 هذا الطوارئ مال أمريكا، و 112 هذا الطوارئ مال هولندا، فحاولوا يتصلون هني وهناك وما في استجابة لأنه ما في سيرفيس. وكذلك اكتشفوا الشرطة أن تم قفل التلفون وفتحه كذا مرة، وكان من الواضح أن البنتين قاعدين يحاولون يوفرون شحن التلفون قد ما يقدرون، إنه ما يبون التلفون يطفي عليهم. تخيل نفسك بنص غابة وتتصلون بالشرطة بس ما في سيرفيس، فتطفون التلفون علشان ما يخلص الشحن، يمكن تروحون حق مكان يكون فيه سيرفيس تقدرون تتصلون فيه على الشرطة، فعشان كذا قاعد يطفون التلفون ويشغلونه كذا مرة، لكن للأسف هذا كله بدون فايدة. المرعب إنه كان آخر نشاط للتلفونين كان تاريخ 6 أبريل، وفي اليوم اللي بعده في 77 محاولة لإدخال الرقم السري لتلفون كريس. تخيلوا 77 مرة كلهم غلط، فمعناته أكيد مو كريس، لأن أكيد كريس ما راح تطق رقم السري مال تلفونها غلط، ففي أحد ثاني كان يحاول يدخل رقم سري 77 مرة وما ضبط. فالحين أنا لازم أدخل شوي وجهة نظري، يمكن تقنعكم يمكن ما تقنعكم، أنت لكم وجهة نظر، هذا شيء خاصي منه، راح تكتبوا لي وجهة نظركم تحت. بس أنا من وجهة نظري أحس إن تلفون كريس أكيد كان مع كريس، بس كريس صار معها شيء، يمكن ماتت، وأكيد ماتت، مستحيل صار معها شيء وبس عادي، لا أكيد ماتت. وليزان كانت عايشة وما تعرف الرقم السري مال كريس، وأحس تلفون ليزان خلص الشحن، فعلشان كذي قاعد تحاول إنها تفتح تلفون كريس لأن كريس ماتت. هذا حسب ما
أعتقد. فالسبعة وسبعين محاولة لإدخال الرقم السري مال كريس هو كان من ليزان، لأن كريس ماتت حسب ما أنا أعتقد. مو شرط اعتقاد يكون صحيح، بس أنا قاعد أحط سيناريوهات من مخي لأن القصة حيل غامضة، وكل واحد يسمع القصة لازم يحط السيناريوهات اللي يشوفها مقنعة. فما أدري، أنا بالنسبة لي أحس هذا السيناريو مقنع. المهم بدأ الموضوع يصير معقد أكثر، بالذات بعد ما وصلوا المحققين حق سلسلة من الصور المعقدة المتخلفة اللي ما أدري شو أسميها، صور غريبة ومو مفهومة. هالصور هذه كانت بالكاميرا مالت البنتين، مو الكاميرا مالت التلفون، كاميرتهم. كان موجود داخل ميموري هالكاميرا 90 صورة. بالبداية مثل ما قاعد تشوفون صور عادية، صور لرحلتهم، قاعدين يصورون نفسهم بالغابة، مستمتعين، يصورون أشياء بالغابة، كلها صور عادية. هذا بالبداية فقط، لكن بعدها فجأة صارت كل الصور قاعدة تنوخذ بالليل، ظلام دامس، باختصار ما لها أي معنى. مثل ما شفتوا اغلب الصور كانت للسماء او للارض وما كان واضح فيها اي شخص، بس في صورة واحدة فيهم مختلفة كانت لشعر كريس، بس كذلك غريبة وما لها معنى. وفي صورة ثانية هم بعد مختلفة وغامضة، مصورين غصن وفي تشيس او تشيسين، ما ادري شنو الهدف من الصورة، بس الصورة غريبة. بس للأسف ما قدروا المحققين انهم يوصلون لهالمكان اللي فيه الغصن، رغم بحثهم المستمر على البنتين وعلى اي شيء يدل البنتين. المكان هذا اللي فيه الغصن ما لقوه. الحين ما يهمنا الغصن، احنا يهمنا البنات. يعني انت بغابة بتدور على غصن؟ لا، انت بتدور على بنات، وين اختفوا؟ هذا المهم. في ناس قالوا ان البنتين صوروا هالصور علشان يوثقون على ان... لا ويت ستوب. اذا البنتين قاعدين يصورون علشان يوثقون، فانا من وجهة نظري الافضل انهم يصورون بكاميرتهم، لان كاميرتهم كانون نفس اللي قاعد يصور فيها، يصورون نفسهم فيديو ويتكلمون، يقولون ان احنا ضعنا واحنا صار معانا لا يتكلمون، يقولون كفيديو، او على الاقل يصورون نفسهم صور، يصورون نفسهم ويصورون السماء والارض. انا من وجهة نظري تصويرهم الغريب للسماء والارض ممكن يدل على ان المكان اللي هم قاعدين فيه جدا مظلم، وقاعدين يحاولون انهم يشغلون الفلاش مال الكاميرا علشان يشوفون شنو حولهم، لان حيل ظلام. بتسالوني تقولون زين اوكي تلفوناتهم في فلاش، يقدرون يشغلون تلفوناتهم. يا جماعه تلفوناتهم ما يبي يخلصون الشحن، انتم مستوعبين ان يدقون على الشرطه لما يشوفون انه ما في سيرفيس؟ يطفون التلفون، يطفونه، ما يسكرونه، يطفونه مره واحده، بعدين يروحون مكان ثاني ويشغلون التلفون عشان بس الشحن ما يخلص. تبونهم يستخدمون الفلاش مال التلفون؟ فعشان كذي احس انه قاعدين يستخدمون فلاش الكاميرا، لان بالنسبه لهم الكاميرا مو مهمه، المهم التلفون. فاستخدامهم للفلاش عشان يشوفون شنو حولهم، او ممكن في شيء حولهم قاعد يتحرك علشان كذي قاعدين يصورون واجد، ما ادري. قصة جدا غامضة يعني يا جماعة، انا مخي وقف ستوب، صار بمخي كذي ايرور 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 ايرور. المهم خلونا نرجع للقصة. في شيء اصاب المحققين بالحيرة، اللي هو ان في وحدة من الصور انمسحت، واللي هي الصورة رقم 509. يعني تخيلوا معي تشوفون ترتيب الصور مرتب، مثلا 506 507 508 510 509 محذوفة، وين انحذفت وليش انحذفت ما يدرون. هذا الشيء اللي خلى المحققين يفكرون أكثر، شو السالفة؟ نبي نعرف هالصورة شنو فيها، ايش معنى هالصورة انحذفت. فحاولوا انهم يسترجعون هالصورة المحذوفة، لكن للأسف ما قدروا، واكتفوا بأنهم يحللون الصور المتوفرة الغريبة. فهني في مجموعة من المستكشفين قرروا انهم يسوون نفس رحلة البنتين عن طريق تتبع صورهم، مو الصور الغريبة، لا قاعد اتكلم عن الصور الطبيعية، لما كانوا يصورون نفسهم كانوا يصورون الطبيعة اللي كانت بالنهار. فاخذوا هالصور وحاولوا انهم يتتبعون اماكنهم، هني صوروا الصورة هذه، هني صوروا الصورة هذه بالترتيب علشان يشوفون وين ممكن راحوا. واللي اتضحك المستكشفين بان البنات دشوا المرحلة عميقة بالقابة، وهذه المنطقة تم وضع لوحات تحذيرية انكم لا تتعدون هالمنطقة، لا تدخلونها. بس من الواضح ان البنتين دخلوها، بس خلونا نركز شوي مع بعض، لان اللوحة هذه انحطت بعد اختفاء البنتين بيوم. يعني البنتين لما كانوا موجودين هناك ما كان موجود هاللوحة،
هذه انحطت بعد ما اختفوا بيوم. انزين شنو في بعد هاللوحة التحذيرية؟ بعد هاللوحة التحذيرية في نهر، وفوق النهر في جسر. الجسر عبارة عن حبال مصنوعة بالإيد، يعني مو الحكومة حاطة جسر، لا، أشخاص مسوين هالجسر عن طريق حبال من إيدهم. وحتى لو تشوفون الجسر حيل خطر، يعني صعب إنك تمشي فيه. فعلشان كذي الشرطة يقولون ممكن إن البنتين استخدموا هالجسر هذا الخطير وطاحوا بالنهر وجرفهم النهر إلى مكان بعيد ما ندري وينه. بس خلونا مع بعض لنفترض إنهم طاحوا بالنهر وجرفهم الماي. شنو سالفة الجنطة اللي فيها أدلة واجد؟ الجنطة لما لقيتها البنت اللي من إحدى القبائل اللي تسكن الغابة، كانت الجنطة ما فيها شيء، يعني فاضية، قصدي إنه ما فيها ماي، يعني ما تدل إنه في أحد طاح بالماي أو إن هالجنطة هذه طاحت بالماي. والكاميرا كانت شغالة بأحسن ما يمكن، والتلفونات كانوا شغالين أحسن ما يمكن، فمعناته إن الجنطة ما طاحت بالماي. ففي تساؤلات واجد وفي كويستشن مارك واجد بالقصة. المهم هني جددت الدولة عمليات البحث عن البنتين وحددوا هالأماكن الجديدة اللي عرفوا ان البنتين مروا فيها. وهني نقدر نقول انه وصلنا للجزء الأكثر مأساوي. من خلال عمليات البحث اللي سوتها الشرطة عثروا على الجنزين اللي كانوا لابسين البنات وكانوا متقطعين، لكن الغريب الموضوع انه كانوا مصفطين بطريقة مرتبة، يعني في احد قطعهم ورد صفتهم، يعني رتبهم بشكل حلو. كانوا موجودين على احد الصخور. لكن الاكتشاف المرعب هو لما توصل الشرطة حق بقايا جسد انسان، بقايا عظام بشرية كانت متفرقة باماكن مختلفة تقريبا قريبة من عند النهر، وصلوا لجوتي عزكم الله داخل رجول، يعني الرجول مقطوعة داخل جوتي. فهني خلونا مع بعض نفترض بأن تم افتراسهم من قبل إحدى الحيوانات المفترسة. أكيد كلنا راح يطلع عبالنا هذا الشيء، وكذلك أكيد راح يصير عندنا تساؤلات. إنزين ليش الجنطة كانت بعيدة عنهم؟ يعني الجنطة كانت بمكان اللي لقيتها هذه البنت اللي بإحدى القبائل المحلية، لقيت الجنطة بمكان، لكن البقايا هذه لقوها بمكان ثاني. والغريب إن البقايا اللي لقوها البقايا البشرية بقايا ترى جدا بسيطة، يعني في أجزاء كثيرة مفقودة. إنزين وين هالأجزاء هذه؟ فخلونا ننتقل للنظرية الثانية. ناس يعتقدون انها حالة خطف. زي الخاطف شلون راح يسمح لهم انهم تلفوناتهم معاهم؟ الخاطف اول شيء راح ياخذ تلفوناتهم ويكسرها عشان ما يتم تتبعه، بس هذول تلفوناتهم موجودة بالجنطة مع الكاميرا، وبالعكس كانوا يدقون على الشرطة، ما كان في احد يمنعهم. والسؤال المحير اكثر هو ان شلون ما في ولا شخص شافهم؟ حتى القبائل اللي تسكن قريبة من النهر رغم انهم كانوا على قيد الحياة بس ما حد شافهم. وحتى بعد فحص العظام اكتشفوا ان الوقت اللي كانوا يبحثون فيه الشرطة عنهم كانوا عايشين، ما كانوا ميتين. خلوا عنا العظام، الكاميرا كانت تصور لتقريبا 9 ابريل، فمعناته البحث كان مستمر وهم كانوا قاعد يصورون الصور اللي كانت غريبة، فمعناته ما كانوا ميتين بهذاك الوقت وقت البحث عنهم. بس الغريب الموضوع ما حد شافهم. في الكثير من النظريات، اذا بنحط نظريات راح نحط نظريات واجد لان قصة جدا غريبة وغامضة. في احدى النظريات تقول ان تم التضحية فيهم كغرابين للشيطان، والناس اللي يؤمنون بهالنظرية هذه يقولون أكيد هذا السبب إن الكلب خلاهم وراح، لأن من المعروف إن الكلب عزكم الله يدافع عن صاحبه، فالمفروض كان يدافع عنهم، فاحتمال إنه شاف شيء غير بشري خوفه هالشيء وخلاه ينحاش. يعني هالنظرية هذه تعتبر منطقية أو شبه منطقية، بس إذا نبي نؤمن بالأمر الواقع القصة ما فيها أي منطق. قصة ضايعة، قصة مهما تحلل فيها تكتشف ان انت ناسي اشياء واجد، وتكتشف انك راح تكتشف شيء يخليك تكتشف شيء ثاني، وشيء ثاني راح يضيعك. فعشان كذي هذه القصة حيل غامضة وتقهر. في النهاية الى يومنا هذا ظلت هالقصة هذه للبنتين عالقة في اذهان واجد ناس، بالذات السكان اللي يسكنون قريب من عند هالمنطقة وسمعوا بهالقضية. والى يومنا هذا ما حد يدري شو اللي صار مع كريس وليزان بكل هالايام اللي تموا فيها مفقودين، وما حد يدري شنو شافوا بالضبط قبل لا يموتون. الاحتمالات فيها الحادثة ما تنتهي. علشان كذي أتمنى منكم تشاركوني تحليلاتكم، شغلوا الكونن اللي بداخلكم وحللوا لي الموضوع، اكتبوا لي أشياء مقنعة، شنو تحسون صار معاهم وشنو تحسون الشيء اللي خلاهم يموتون. أتمنى أقرأ كل آراءكم تحت بالكومنت، وكالعادة التحليل اللي أشوفه مقنع وجديد علي راح أسوي له قلب علشان الكل يقرأ تعليقه. فوبس لهني وصلنا نهاية مقطع اليوم. للتذكير لا تنسون تضيفوني على بيجو لايف، روابط تحميل البرنامج تحت بالديسكريبشن عشان بث يوم السبت. فوبس إذا عجبكم مقطع اليوم لا تنسون تسوون لايك، تنشرون المقطع كل مكان إذا حابين تدعموني، وأشكركم من كل قلبي على الدعم الأخير اللي قاعد يصير، شيء جبار، مقطع بيوم واحد يوصل 1,000,000، شيء يصدم وأكيد يسعدني، عشان كذا أحب أشكركم، وبس، يعطيكم ألف عافية واللي جاي أحسن.